وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين قول أسألك بالله وأسألك بوجه الله؟ أسألك بالله أو كله سواء، لأن أسألك بالله الألوهية من أسماء الله عز وجل، ووجه الله من صفاته، وجه الله من صفاته، فالله من أسماء الله ووجه الله من صفات الله الذاتية، كلاهما صحيح. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من حيث أن هذا سؤال باسم الله وهذا السؤال بصفة، يكون هناك فرق بين الاسم والصفة. نعم.